ارتجاع المريء، حبة البركة وكمون وشمر ومرمرية. ده ارتجاع المريء، 4 أعشاب، حبة البركة وكمون وشمر ومرمرية، كميات متساوية. تاخدي منه معلقة بعد ما تطحنين كلهم في ارتجاع بعض، المريء ده تحطيهم. ناتج عن ايه؟ يعني التهاب المعدة وجرثومة المعدة برضو لا، ولا ده ارتجاع المريء ده مرض لوحده في المعدة، يعني اصل في ناس ارتجاع بتقوم المريء غير ترجع عسر كده الهضم. الصبح ما هو من ارتجاع النوم ده المريء ايه؟ ده مرض، ده مرض بيصيب المريء، اللي هو انت تاكلي تحس ان انت عايزه ترجعي، مش شرط ايوه انك ترجعي، ممكن الناس بترجع وناس ما بترجعش. بس يعني لو انا مثلا حاسس بده، انا حاسس ان الاكل طالع تاني، فناس يقول لك في ناس بترجع من ارتجاع المريء ده. مش معنى ان انت ما عندكيش ترجعيش فما عندكيش ارتجاع في المريء، لا، انت ممكن تكون عندك ارتجاع بس مش بتتقيأي، يعني مش لازم، ده مش شرط الإحساس اساسي. نفسه. بالظبط. وده مرض بالتحاليل بقى والاشعاعات، انا قلت لك امبارح التشخيص مهم طبعا. ولازم تروح للدكتور. يعني اللي زي الاستاذه المتصله دي، هي بتقول لك المرض بتاعها، فانا على طول اقول لك الوصفه تجيب معاها نتيجه باذن الله. طبعا بالظبط. كل شيء. يبقى قلنا ارتجاع المريء، حبه البركه وكمون وشمر ومرمريه، 4 حاجات. تمام. حضرتك بتجيبي منهم 100 جرام من كل نوع، وتطحنيهم في بعض، وتحطيهم في برطمان، وتاخدي معلقه كوبايه ميه تشربيها 3 مرات قبل الاكل. ده خلال اسبوع او 2 باذن الله هيريح لك معدتك جدا جدا، ومن اول يوم هتلاقي المعده ارتاحت. تمام. في وصفات صفحه كام؟ ماشي. ارتجاع المريء صفحه 58 برضو. روح يا ديسمبر، تعالى يا ديسمبر، يعني عندك صفحة 58. روح يا ديسمبر، تعالى يا ديسمبر اهو. بص، عندك ارتجاع المريء، عندنا اهو ارتجاع المريء، 100 جرام جعدة، و100 جرام قنطريون صغير، و25 حبة سوداء اللي هي حبة البركة، و25 عرق سوس، و25 كمون. هتطحنيهم وتعمليهم قبل كل وجبة بربع ساعة. في وصفة تاني، 100 جرام ايه؟ أول حاجة جعدة، يعني ايه جعدة؟ عشب اسمه جعدة، هوريكي شكله بعد كده. هو يعني شكله عندي في البتاع ده، لو نعرف نجيبه بالكاميرا يبقى كويس. انا اصل حاطط ده شكل سؤال العشب، هيتسأل، يعني ايه جعدة؟ ما هو جعد اهو. بص، انا حاطه انه برضه عارف كده، عارف الناس اول ما ايوه احطه طبعا. اهو هيقول لك يعني ده نوع من انواع الاعشاب. ده في اعشاب اسمها، ما هو في عشب اسمه قنطريون. ايه قنطريون ده؟ ما تعرفيش. بس الاعشاب بصي دي مش انا معروفة. حاطه اهو، حاطط شكله، بصي اسمه الجعده. وبص ارتجاع المريء اهو، الوصفات ارتجاع المريء كام وصفه؟ 4 وصفات. وقصادها الناحيه الثانيه ايه؟ التهاب المعده، صح كده؟ ولا حموضه المعده؟ حموضة المعدة. بصي برضو الوصفات. عشان كده بقول يا جماعه الكتاب ده مهم جدا، ما هوش غالي يعني، رخيص يعني. استاذ محمود بطران عامل لكم عليه عرض النهارده عشان بنتكلم عن كتاب الوصفات. استاذ محمود بطران في الشركه، والاخوه الاعداء هناك عاملين خصم على الكتاب يعني. احنا بس عايزين ننوه ان اي حلقه بنتكلم سواء عن السمنه او الشعر او العلاجات الطبيعيه لالتهاب المفاصل او بنتكلم عن الكتاب، بيبقى عاملين خصم عن الحلقه اللي بنتكلم فيها، عن الموضوع اللي بنتكلم فيه. صح كده. ده استاذ محمود بطران مدير الكول سنتر عامل الكلام ده يعني، ربنا 16 يبارك. 022 صح كده.